السلام عليكم مشاهدي قناة لو سي تي في، اهلا ومرحبا بكم في ميكروفون جديد. ميكروفون اليوم افريقي خالص. فريق الوداد البيضاوي كيطمح باش يتصدر المجموعة ديالو في كأس عصبة الأبطال الإفريقية ويعب الطريق من أجل العبور إلى الدور الربع النهائي. فريق وداد الأمة كيطمح باش يكرر نفس السيناريو السنة ما قبل الماضية لما فاز فريق الوداد البيضاوي بكأس عصبة الأبطال الإفريقية. خرجنا باش نسولوا الجماهير الودادية اللي كتثوق باش تشوف فريق الوداد البيضاوي في القمة، وايضا الجماهير المغربيه على حظوظ فريق الوداد البيضاوي في عبور الى الدور الربع النهائي من كاس عصبه الابطال الافريقيه. هذا الميكروفون يقدم لكم برعايه المغربيه للالعاب والرياضه لايم دي جي اس. يلا معنا واحد المشجع لاول مره بغينا نعرفوا بعدا مع من هو. انا ودادي مع الوداد ديما حمرا. ودادي ودادي ديما حمرا. لك حبي فؤادي وفؤادي. واخا انت كودادي وكتمارس واحد الرياضه اللي لقات واحد الصيت كبير على المستوى العالمي، بغيناك تحدث لنا على هذه الرياضه، وبغيناك يعني اون طونكو قلت هذا الميكروفون سبيسيال، بغيناك تورينا لا سبيسياليتي ديالك. اول حاجه السلام عليكم، سميتي ياسين، سن 19 سنه، كندير رياضه فري ستايل فوتبول. هاد الرياضه كما كتعرفوا ما انتشرش بزاف في المغرب بعكس اوروبا، الرياضه عندها شعبيه كبيره في اوروبا، وحبيت نبارطاجيها مع البيبليك بيضاوي. كندير ستريت شو في ساحه ماريشال اغلبيه السبت والحد. في الاول كنت كندير هذه الرياضه بعد ما كانش كيقول لي انت راه غير بهلوان، انت غير كتخربق، انت راه ما كدير والو. من بعد قصحت راسي وبقيت كنتريني وكنتريني وكنتريني، ودابا هذوك الناس اللي كانوا كيقولوا لي راك غير بهلوان ولاو كيشجعوني ولاو مسانديني ومتبعيني. وان شاء الله نتمنى هذا النيفو اللي عندي يزيد يزيد. شكرا. انت كودادي بغينا نعرفوا الحظوظ ديال فريق الوداد في تاهل الدور المقبل من كاس عصبه الابطال الافريقي. الوداد هذا العام بون ايكيب، هي الاولى يعني دابا تصدرات البطوله، يعني البطوله ديال الوداد، وان شاء الله الوداد هي اللي غدي هذا الكوب 100%، وحنا الجمهور كنساندوا الوداد وديما وداد. وعلى ذكر هذه الرياضه اللي قلتي بغيناك تقدم لنا يعني عرض اللي غتقدموا للجمهور الودادي والجمهور المغربي عامه والناس اللي عشقوا اللي كيعشقوا هذه الرياضه، رياضه الفريستايل. يلا بقوا معنا. صافا؟ الحمد لله. كلشي بخير؟ الله يجزيك بخير، الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي كنشوفوا تطور كبير في البطولة الوطنية في عصبة الأبطال الإفريقية، واش كتشوف باللي فريق الوداد البيضاوي قادر يعبر للدور الربع النهائي ولما لا يفوز بلقب عصبة الأبطال الإفريقية؟ نعم بالفعل عندنا ثقة كبيرة في اللاعبين اللي صبحوا تيراكموا واحد الخبرة في الساحة الإفريقية بمساندة الجماهير المغربية من مختلف أنحاء المملكة المغربية، فحنا واثقين في اللاعبين وشيخ المدربين فوز البنجنتي، وحنا واثقين 100% بأن الوداد البيضاوي غيمر للدور القادم إن شاء الله تحت مساندة الجماهير الودادية. وعلى ذكر الوداد قلتي بأنه قادر يمر الدور الربع النهائي، فريق الوداد كيلعب على يعني واجهتين اللي كنقدر نقول بانه قريب انه يحقق الانتصار خاصه البطوله الوطنيه، واش كتشوف باللي الوداد عنده ترسانه بشريه هي اللي سمحات ليه يعيش هذا التطور في الاداء ديالو؟ بالفعل الامر ترجع للترسانه البشريه، وقبل الترسانه البشريه هناك الاستقرار ديال الاداره التقنيه والانتدابات اللي عزز بها السيد ناصر الفريق، وبالتالي الامور جميع الامور متوفره باش نمر للدور القادم ان شاء الله ونشرفوا الكره المغربيه والافريقيه احسن وجه ان شاء الله. صافا مع من انت؟ مع الراجل ولا الوداد؟ مع من؟ ديما حمراء. ديما حمراء. واخا الفريق ديالك فريق الوداد، وداد الامه، تبارك الله الصداره في البطوله الوطنيه كاستحاد كاس عصبه الابطال الافريقيه، الفريق في الصداره، واش كتشوف اللي فريق الوداد يعني قادر باش يمر الدور الربع النهائي وقادر باش يفوز باللقب الثالث في عصبه الابطال الافريقيه؟ قادر يفوز، حشنا كنشوف الوداد طالع في النيب بدل اللعاب اللي عندهم راه بزاف شي حاجه،
احسن من احسن شي فرق بعدا، ولكن كنتمنى من الوداد تاخذ شي لقب يكون عالي، ولكن العام ما خداش العصبه الافريقيه، العام كنتمنوا تاخذها. في نظرك شنو هو سر نجاح فريق الوداد هذه السنه؟ انسجام تماسك بيناتهم، روح الفريق لعبه في النيفو، ما كاينش واحد اللاعب كياخذ كره كيطلع ما كيما كيباس صحاب، ولكن كاين بيناتهم هذاك روح الفريق. بغيت تقول الواقعيه. الواقعيه. شنو النتيجه اللي شنو يعني النتيجه اللي كتوقع لفريق الوداد؟ واش كتوقع فوز فريق الوداد بالبطوله الوطنيه في اقرب وقت؟ كنتمنى الفوز الوداد، ولكن راه غيقدر يفوز. صافا؟ صافا خويا. كلشي مزيان؟ الحمد لله. كداش بخير؟ الله يبارك فيك. الله يعزك. بينا فيك ناشط. الله يخليك ديما ناشط. الحمد لله الله يحفظك. اش بالك في الماتش ديال فريقك الوداد ديال يعني شنو بالك في حظوظ فريق الوداد البيضاوي في العبور الدور الربع النهائي في ظل هذا التوهج اللي كيعيشوا فريق الوداد البيضاوي؟ فريق الوداد فريق كبير، عنده تركيبه بشريه غنيه بلاعبين كبار، يعني في الصف الاول بفارق نقاط كبير. واش غنقول لك، الوداد نقول لك داو البطوله دابا، وعندهم فهمتي عندهم مكتب مسير، عندهم جمهور، عندهم فريق كبير، ماشي اش غنقول لك، ابي معاهم تماما. وهذا هو سر نجاح فريق الوداد البيضاوي حاليا. طبيعه الحال فريق الوداد اش غنقول لك، راه عنده اش نقول لك، عنده فريق كبير ومكتب مسير، عنده رئيس مزيان. واخا كتشوف باللي الوداد غيتصدر المجموعه ديالو وغيمر للدور الربع النهائي في عصبه الابطال الافريقي؟ بطبيعه الحال الوداد راه فات لهم دوك كوب دافريك وعندهم تجربه، ماشي اول مره، ماشي غريب عليهم هذا، فهمتيني؟ اش نقول لك، راه غيدوزوا، ماشي راه غيدوزوا، حيتاش تطيحوا مع فريق مع فرق شويه ناقصين شويه. الوداد عنده تجربه، ماشي الوداد ما خافش عليه.